مشاهدي قناة جو تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الطربيطة. هذه الأجواء صبيحة يوم الخميس، يعني أجواء جد باردة. أظن أنها الأجواء باردة تقريبا في جميع المناطق وجميع المدن في المغرب. شاركونا في التعليق مشاهدي قناة شوف تي في، كيف دايرة الأجواء عندكم في المدينة ديالكم؟ حنا هنا حاليا في هاد الأثناء في هاد البث من مدينة الطربيطة، والأجواء جد باردة. كنشوفو واحد التعليق ديال الناس، كاين يعني كاين البرد بزاف. تقريبا البرد كاين في جميع المناطق المغرب، يعني اجواء جد بارده، كاين انخفاض درجات الحراره. يعني كنتمنى ان شاء الله يا رب تعطينا الشتاء في هذه السنه هذه، وتكون هذه السنه احسن من السنه اللي قبل. يا رب جد باردة صبيحة يوم الخميس. الجو دافئ في السلاج جدا. واش اخويا عبدو، واش حتى في الصباح كيكون عندكم هكا اجواء كيف ما قلت الجو دافئ؟ حيتاش تقريبا الصباح كيكون ديما الاجواء باردة، كتكون البرد. الشمس في كازا، فين يا خويا الشمس في الصباح في كازا؟ حنا دابا في شوارع العاصمة الاقتصادية، وكيف ما كتشاهدوا معنا مازال اصلا ما طلعت الشمس، الجو ماشي غير بارد، يعني الاجواء جد باردة. ام مريم كتقول لنا ان الجو بارد في مراكش، وصراحة مراكش في الصباح وبالليل كتكون باردة بزاف. مراكش كنظن انها غتكون الجو ديالها بارد اكثر من كازا.
شفت هاي الأجواء المدينة ستعرض أجواء جد باردة، وشفنا أيضا تعليق من عند المستبدعين بأن كاينين أجواء باردة في المدن المغربية الأخرى. أشكركم كاملين على حسن متابعتكم، أشكركم على حسن التفاعل ديالكم، نتلاقاو إن شاء الله في مباشر آخر في موضوع آخر. السلام عليكم ونهاركم.